تعالى اقول لك على تشكيل منتخب مصر الانسب لمباراه الكونغو. على الرغم ان منتخبنا صعد بثلاث نقط من ثلاث تعادلات يا حسره، بس المفاجاه يا صاحبي ان برضه منتخب الكونغو صعد بثلاث نقط من ثلاث تعادلات، يعني محدش احسن من حد واحنا الاثنين على الله حكايتنا حضرتك. بس الماتش ده بقى يا صاحبي ما فيهوش تعادل، يعني لازم فرقه من الاثنين تكسب. طب علشان المكسب بقى يبقى من نصيبنا ان شاء الله، اولا لازم حضرتك نقفل الشوارع اللي مفتوحه في دفاعنا، دي اول حاجه. ثانيا لعبتك تقف صح. ثالثا تلعب بقى يا برنس بالتشكيل ده. مبدئيا هنعمل خمس تغييرات على تشكيلة منتخبنا قصاد كاب فيردي. في حراسة المرمى طبعا هنلعب بابو جبل، علشان طبعا محمد الشناوي مصاب، ربنا يا رب يرجعه لنا بالسلامة. وبالله عليك يا عم فيتوريا ابوس نضارتك، بلاش تأليف، بلاش تأليف، علشان ما نشيلش التلاتة في رغيف، يعني لا عايز اشوف مع صبحي ولا عايز اشوف احمد الشناوي، مع احترامي للاتنين. في الدفاع هنلاعب عمر كمال على حساب محمد هاني، علشان عمر كمال تقريبا مريح كده الماتش اللي فات كله، يبقى نازل كده بسم الله ما شاء الله عنده صحة، وان شاء الله تبقى الدنيا ظابطة معاه ويعمل لنا عرضيات كويسة كده تخلص لنا الماتش، او يرزع لنا قذيفة من بتوعه يخلص لنا الماتش ان شاء الله. التغييرة التالتة واللي لازم تتعمل في خط دفاعنا هي ان يلعب ياسر ابراهيم على حساب احمد حجازي. يا عم فيتوريا ابوس نضارتك تاني يا اخي، وحيات في خادك لاعب ياسر ابراهيم على حساب حجازي. خلي بالك ان ياسر ابراهيم هيبقى ظابط مع محمد عبد المنعم في الدفاع، لان في بينهم كيمياء وثنائيات، دي حاجه. ثانيا هتبقى السرعه موجوده، انما احمد حجازي لوحده ورا هتبقى حضرتك مشكله، ودي اللي قابلتك في الثلاث ماتشات اللي فاتوا. فبالله عليك مش عايزين نرجع يوم الحد. نيجي بقى للمفاجاه الكبيره جدا في نص الملعب يا جماعه. تفتكر مين يلعب على امام عاشور اللي يعتبر افضل نص ملعب في افريقيا؟ بص يا برنس، هو لاعب واحد بس اللي يقدر يعمل الدور ده. مين؟ مصطفى فتحي. مين؟ مصطفى فتحي. هو حضرتك لعيب خفيف، لعيب مهاري، بيمتاز انه بيعمل كرات كاسرة للخطوط، بيقدر يرقص اي حد، برضه رجله تقيلة، يعني بسم الله ما شاء الله في مميزات كتيرة من امام عاشور. اما بقى في الهجوم فانت لازم طبعا تلاعب تريزيجول على حساب مرموش، اللي هو المفروض عنده نزلة برد خفيفة، وخلي مرموش بالنسبة لنا ورقة رابحة، انما بسم الله ما شاء الله تريزيجيه يا جماعة ما ينفعش يقعد احتياطي لأي حد، وتريزيجيه يلعب اساسي. يا راجل ده انا سميته اصلا منتخب تريزيجيه.